دعوني قبل كل شيء أقوم بتحديث هذه الصفحة، ثم دعونا نلقي نظرة عن المنتجات التي ربحت منها مؤخرا في موقع كليك بانك. إذن المنتج الأول هو سبيتشيلو، كما نرى هذا اسم المنتج. هذه عمولة ب10 دولارات، هذه عمولة ب180 دولار، والعرض هو عرض سيراكير. بالمناسبة سبيتشيلو هو عبارة عن موقع يقوم بتحويل النصوص إلى فويس أوفر أو أصوات، يعني أنه يستخدم تقنية التكست تو سبيتش. سيراكير هو عبارة عن سوبلمنتس أو مكملات غذائية موجهة لمرضى السكري عافانا وعافاكم الله، هذه مبيعة ب193 دولار. والمنتج أو العرض هو عرض سينابسي إكس تي، وهو منتج يساعد الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن على إنقاص هذه الأصوات المزعجة. إذن كما نرى كل هذه التحويلات تتمحور تقريبا حول هذه المنتجات التي قمت بذكرها للتو. كذلك هنالك هذا المنتج باسيف بروفيت بيجز، وهو عبارة عن موقع يساعدك على إنشاء صفحات هبوط مربحة وبطريقة احترافية. طبعا العمولة فيه لا تتجاوز ال5 دولارات، لكنه عرض مربح. إذن أنا شخصيا ربحت كل هذه التحويلات تقريبا من 4 أو 5 عروض، ولأؤكد لكم أن هذه العروض هي بالذات التي ربحت منها، سوف أقوم بالدخول إلى الماركت بليس وأقوم بوضع أسماء هذه المنتجات لنرى إن كنت قد ربحت منها في الآونة الأخيرة أم لا. إذن سوف أقوم بالدخول إلى الماركت بليس، ثم سوف أضع سبيتشيلو وأقوم بالبحث. إذن هذا هو سبيتشيلو، العمولة تصل إلى 44 دولار. كما نرى ربحت منه في الآونة الأخيرة 31 دولار، لكنها عبارة عن اشتراكات شهرية، ليست مبيعات مباشرة، لكنها اشتراكات شهرية لأشخاص كانوا قد اشتروا من عندي المنتج في السابق. إذا بحثنا عن سيراكير، العرض الموجه إلى الأشخاص الذين يعانون من السكري، إذن سيراكير هذا هو العرض. سيراكير العمولة تصل إلى 161 دولار، وكما نرى ربحت منه ما بين الانيشال سيلز والاب سيلز تقريبا 400 دولار في الاسابيع الاخيره. كذلك سينابسي اكس تي الذي هو موجه للاشخاص الذين يعانون من طنين الاذن، اذا بحثنا عن هذا المنتج سنلاحظ انني ربحت تقريبا 700 دولار في الأسابيع الأخيرة من هذا المنتج فقط. ما أريد التنويه له أصدقائي هو أن كل هذه العروض التي ربحت منها تتمحور في نيتشين أو مجالين هم الأكثر انتشارا والأكثر جماهيرية من بين كل النيتشات. في الحقيقة هم 3 نيتشات سوف نقوم بالتعرف عليها خلال هذا الشرح، وسوف أريكم الطريقة المجانية والسهلة لترويج مثل هذه العروض وربح أكثر من 100 دولار يوميا حتى وإن كنت مبتدئ. المعلومات التي سوف نتطرق إليها في هذا الشرح ستكون مفيدة ومفيدة جدا، لذلك أرجو أن تتابعوا الشرح إلى الأخير، وأراكم مباشرة بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله، معكم هيثم في شرح جديد من قناة خارج الصندوق. إذا كانت هذه أول مرة تدخل فيها إلى القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس. كذلك أتمنى منكم كما عودتموني أن نوصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك كي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، وأتمنى أيضا أن تقوموا بمشاركة هذا الفيديو مع كل شخص يستحقه. إذا كنتم لم تنضموا بعد إلى مجموعتنا، مجموعة خارج الصندوق على فيسبوك، سوف أترك لكم رابط المجموعة في صندوق الوصف. أنصحكم بالالتحاق بنا في هذه المجموعة التي نتشارك فيها الاستراتيجيات ونجيب فيها على كل النقاط الغير واضحة. إذا أردتم التواصل معي مباشرة يمكنكم أن تتواصلوا معي على حسابي على إنستغرام، سوف أترك لكم رابط الحساب في صندوق الوصف، ولا تنسوا الاشتراك في الحساب. اليوم أصدقائي سوف نتحدث عن أسهل طريقة للربح من التسويق بالعمولة في 2021. صدقوني هذه الطريقة يمكن لأي مبتدئ أو أي شخص ليس لديه أدنى فكرة عن التسويق بالعمولة أن يربح منها، فقط إن تابع هذا الشرح إلى الأخير وقام بتطبيق الخطوات كاملة. ودعونا ندخل مباشرة في الشرح ونبدأ بالخطوة الأولى، وهي اختيار واحد من النيتشات الثلاث الأكثر انتشارا. دعونا نتعرف على هذه النيتشات الثلاث. أول نيتش أو أول مجال هو مجال الهيلث. تقريبا مجال الهيلث يضم كل شيء له علاقة بالصحة، من ضمنها الفيتنس، الجمال، الدايت اند الويت لوس، الأمراض عافانا وعافاكم الله. إذن هذا النيتش شامل جدا، ولذلك هو يعتبر من أكثر النيتشات ربحا. وتقريبا كل منصات التسويق بالعمولة سوف تجد فيها منتجات أو عروض موجهة لهذا النيتش.
النيتش الثاني أصدقائي هو نيتش الويلث أو المال، وهذا النيتش يضم كل ما يتعلق بربح المال والتصرف في المال، من ضمنها ربح المال على الإنترنت والاستثمارات عموما، كذلك كيفية التصرف في المال وإنفاقه. النيتش الثالث هو نيتش الريليشنشيبس أو العلاقات، هذا النيتش كذلك يضم العديد من المايكرو نيتشز مثل الطلاق، الزواج، الصداقة عموما بمفهومها الشامل، وكل ما له صلة بالعلاقات في مجتمعنا. إذا أصدقائي، هذه النيتشات هي النيتشات الأكثر انتشارا وربحا في نفس الوقت تقريبا في كل منصات التسويق بالعمولة. إذا كنت مبتدئ وأردت الربح من الإنترنت، أنا أنصحك باختيار أو بالعمل على واحدة من هذه النيتشات. في شرح اليوم أنا سوف أختار مجال الهيلث أو الصحة، وسوف أترك لكم حرية اختيار النيتش الذي سوف تعملون عليه. إذا بعد اختيار النيتش أصدقائي، سوف نمر إلى الخطوة الثانية، وهي اختيار عرض عليه طلب وتأتيه مبيعات. مهما كانت منصة التسويق بالعمولة التي سوف تعمل عليها، سوف تجد دائما مؤشر يقول لك إن كان هذا العرض تأتيه مبيعات أم لا. إذا كنت سوف تعمل على منصة كليك بانك مثلا، المؤشر هنا هو الجرافيتي، سوف أقوم بإظهار كل العروض، وإذا لاحظنا هنالك دائما تحت أي عرض جرافيتي. ما معنى الجرافيتي؟ الجرافيتي بكل بساطة هو عدد الأشخاص الذين ربحوا من هذا العرض تحديدا في آخر أسبوعين. مثلا عرض أوكيناوا فلات بيلي تونيك، وهو عرض موجه لخسارة الدهون من منطقة البطن، هنالك أكثر من 500 شخص ربحوا ولا زالوا يربحون من هذا العرض في آخر أسبوعين. عرض بيوفيت مثلا، هنالك أكثر من 350 شخص يربحون من هذا العرض. عرض دينتي توكس، هنالك أكثر من 270 شخص يربحون من هذا العرض في الوقت الحالي. هذا بالنسبة لكليك بانك. بالنسبة لجيفيزو وورير بلاس، المؤشر الذي سوف نأخذه بعين الاعتبار هو الكونفرشن ريت أو نسبة التحويلات. نحن هنا في الماركت بليس في جيفيزو، وإذا لاحظنا أول عرض لديه conversion rate 3.45%، يعني أن هنالك تقريبا 4 أشخاص يشترون العرض لكل 100 زائر، لكل 100 شخص يرون العرض 4% تقريبا هم من سيشترون العرض. كل ما كان conversion rate أعلى، كل ما كان العرض أحسن. نفس الشيء في Warrior Plus، هذه خانة conversion rate. إذا لاحظنا عرض Secret إيميل سيستم، سوف نلاحظ أنه لديه conversion rate 10%، يعني تقريبا 10 أشخاص من كل 100 شخص يشترون العرض، وهذا يعتبر جيد لأن conversion rate هنا تعتبر عالية. هذا العرض مثلا لديه conversion rate 11%، هذا 10%. إذن في Warrior Plus وجيفيزو، المؤشر الذي سوف نركز عليه في اختيار العروض هو conversion rate، لكن لا ننسى الريفاند ريت أيضا، وهو نسبة الأشخاص الذين استرجعوا أموالهم بعد شراء المنتج. إذا يجب أن تكون الكونفرشن ريت عالية والريفاند ريت تكون ضعيفة. مثل هذا العرض، صحيح أن لديه 10% كونفرشن ريت وهذا جيد جدا، لكن 6% من الأشخاص الذين اشتروا العرض استرجعوا أموالهم لأنهم لم يكونوا راضين على هذا العرض، على عكس عرض ماجيك الذي لديه كونفرشن ريت 11% وريفاند ريت 1% فقط، يعني 1% ممن اشتروا العرض طالبوا باسترجاع أموالهم. إذا دعونا نلخص، إذا كنت سوف تستعمل كليك بانك، يجب أن تركز على الجرافيتي. إذا كنت سوف تستعمل جيفيزو أو وورير بلاس، يجب أن تركز على الكونفرشن ريت والريفاند ريت. كونفرشن ريت يجب أن يكون مرتفع، كلما كان الكونفرشن ريت أعلى كلما كان العرض أقوى، وكلما كان الريفاند ريت أقل كلما كان العرض أقوى أيضا. إذا conversion rate عالي وrefund rate متدني. النقطة الثانية في هذا الشرح، وهي نقطة مهمة جدا كنت قد شرحتها في فيديو سابق سوف يظهر لكم الآن، هي وجود فيديو في صفحة المبيعات. يمكنكم أن تدخلوا إلى كل العروض التي لديها conversion rate أو تحويلات قوية، وستلاحظون أن أغلبها يحتوون على فيديو في صفحة المبيعات. الفيديوهات أو VSL تعتبر واحدة من أقوى التقنيات التي تقنع الزائر بشراء المنتج. ضف على ذلك أننا سوف نستعمل خاصية الفيديو في شرح اليوم، وسوف تفهمون لماذا سوف نستعمل الفيديو فيما بعد. إذن النقطتين التي سوف نركز عليها في اختيار العرض الذي سوف نعمل عليه في هذه الاستراتيجية هي نسبة مبيعات محترمة
ووجود فيديو في صفحة المبيعات. إذن فلنفترض أنني سوف أختار العرض من منصة كليك بانك، سوف أختار عرض لديه جرافيتي عالية مثل عرض أوكيناوا فلات بيلي تونيك. دعونا ندخل إلى صفحة المبيعات، وكما قلت لكم أصدقائي هذا هو الـ VSL أو فيديو المبيعات، والفيديو عادة ما يكون مقنع وهذا ما يفسر الجرافيتي العالي لهذا المنتج. إذن أنا هنا حققت الشرطان، الشرط الأول الجرافيتي العالي، والشرط الثاني وجود فيديو في صفحة المبيعات. كل ما علي فعله الآن هو استخراج الرابط الذي سوف أربح منه. سوف أضغط على Promote ثم أضغط على Generate Hop Links. سوف أضغط هنا لنسخ الرابط ثم سوف أقوم بالاحتفاظ به في بلوك نوت. إذن سوف أكتب اسم المنتج أوكيناوا فلات بيلي ثم أضع الرابط هنا. بهذه الطريقة أكون قد أكملت الخطوة الثانية. دعونا أصدقائي نمر إلى الخطوة الثالثة، وهي البحث عن مقالة قوية في نيتش العرض الذي قمت باختياره، والنيتش هنا هو الويت لوس وتحديدا خسارة الوزن من منطقة البطن. ثم سوف نقوم بتحويل هذه المقالة إلى ملف PDF. دعونا نبدأ في الشرح العملي أصدقائي. إذن سوف نقوم بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونبحث عن مقالة في نيتش العرض الذي قمت باختياره. في حالة العرض الذي اخترته أنا سوف أقوم بالبحث عن طريقة لخسارة دهون البطن في أسرع وقت. إذن سوف أقوم بكتابة How to lose belly fat fast، كيف أقوم بخسارة دهون البطن بسرعة. إذن سوف تظهر لي العديد من المقالات، سوف أقوم بمراجعة بعضها وأقوم باختيار أحسن مقالة في هذه النتائج. إذن أصدقائي سوف أقوم باختيار المقالة ثم أعود إليكم. إذن أصدقائي أظن أن هذه المقالة هي أحسن مقالة تتحدث تحديدا في طرق خسارة الدهون من منطقة البطن. الآن قمت باختيار المقالة، كل ما تبقى علي فعله هو تحويل هذه المقالة إلى ملف PDF. للقيام بذلك سوف نستعمل موقع W2P. هذا الموقع يقوم بكل بساطة بتحويل المقالات إلى ملفات PDF. علي التنويه أصدقائي أن في بعض الأحيان ونظرا لبعض التعقيدات التي يمكن أن تكون موجودة في المقالة، لا يتمكن موقع Web to PDF Convert من تحويل المقالة إلى ملف PDF. لذلك كل ما عليكم فعله في هذه الحالة هي البحث عن مقالة أخرى يسهل تحويلها إلى ملف PDF. إذن أنا قمت باختيار هذه المقالة، سوف أقوم بنسخ كل هذا الرابط وأعود إلى موقع Web to PDF Convert وأقوم بلصق الرابط هنا، ثم سوف أضغط على هذه الدائرة الزرقاء ليقوم الموقع بتحويل المقالة إلى ملف PDF. يقوم الموقع الآن بتحويل المقالة إلى PDF، وكما نرى يظهر لي هذا الزر Download the converted file، يمكنني تحميل الملف بالضغط هنا. سوف أضغط على هذا الزر وكما نرى قمت بتحميل ملف PDF الجديد. دعونا نقوم بفتحه. كما نرى أصدقائي الملف يظهر على هذا الشكل، هو حرفيا يقوم بوضع كل شيء موجود في الويب بيج أو صفحة الويب التي أعطيته رابطها. إذن هذا هو الملف الذي سوف أعمل عليه، وهكذا نكون قد أكملنا الخطوة الثالثة. لنمر إلى الخطوة الرابعة وهي التعديل على ملف PDF، وذلك بوضع صورة للفيديو الموجود في صفحة المبيعات وربطه برابط التسويق بالعمولة الذي سوف نربح منه. للقيام بهذه التعديلات سوف نستعمل موقع مجاني وهو موقع سجدة.com. هذا الموقع يسمح لنا بالتعديل على ملفات PDF وإضافة صفحات وحذف صفحات إذا أردنا، ثم إعادة تحميل الملف المعدل عليه. للتعديل على الملف الذي قمنا بإنشائه للتو سوف أضغط على Edit PDF Document ثم أضغط على Upload PDF File. سوف أقوم برفع الملف الذي قمت بإنشائه للتو، وكما نرى يظهر الملف بهذا الشكل، ومن هنا يمكنني إضافة أي شيء أريده في هذا الملف. أول خطوة سنقوم بها أصدقائي هي تنظيف الملف. ما معنى تنظيف الملف؟ سوف نقوم بحذف الصفحات التي لا نحتاجها، مثل هذه الصفحة مثلا هي عبارة عن الفوتر لصفحة الويب. سوف أضغط على Delete Page ثم سوف أقوم بحذف هذه الصفحة أيضا وهذه الصفحة. نكون قد أبقينا على الصفحات التي فيها الخطوات لخسارة الدهون فقط. الآن سوف نقوم بإضافة صفحة جديدة كي نضع فيها رابط الفيديو الذي سوف يقوم بتحويل الزائر إلى صفحة العرض الخاصة بنا. سوف أضغط على Insert Page Here، وهكذا أكون قد أضفت صفحة فارغة. ماذا سوف أضع في هذه الصفحة؟ كما قلنا هنا سوف نضع صورة للفيديو الموجود في صفحة المبيعات، وذلك ليتطابق مع صفحة المبيعات عند تحويل الزائر إليها. للقيام بذلك سوف أقوم بالدخول إلى صفحة المبيعات وأقوم بإيقاف الفيديو، ثم سوف أستعمل أداة Light Shot لأخذ سكرين شوت لهذا الفيديو.
إذا سوف أضغط على أداة لايت شوت ويقوم بأخذ سكرين شوت لهذا الفيديو. أقوم بتسجيل سكرين شوت على سطح المكتب، ثم أعود إلى موقع سجدة.com وأضغط على Images، ثم أضغط على New Image وأقوم برفع الصورة التي أخذتها للتو. إذا سوف أضع السكرين شوت هنا، سوف أقوم بتنزيلها قليلا لأنني سوف أضع كتابة فوقها، ثم سوف أقوم بنسخ هذه الكتابة لأضعها في موقع سجدة. للقيام بذلك سوف أضغط على Text، ثم أقوم بالضغط هنا، ثم أقوم بلصق الكتابة. الآن أقوم بتكبير الخط وأقوم بوضع هذه الجملة هنا في الوسط، ثم سوف أقوم بإضافة جملة أخرى وهي Watch the video below to know more. إذا قمت بإضافة جملة أخرى لكي أدعو الزائر للضغط على الفيديو، قلت لهم شاهدوا الفيديو أسفله لتعرفوا أكثر عن هذه الطريقة التي تسمح لكم بخسارة الدهون من منطقة البطن. لسائل أن يسأل لماذا وضعت هذا الفيديو في أسفل الملف، بكل بساطة لأن الشخص الذي سوف يصل إلى أسفل الملف ويقرأ كل ما فيه هو بالتأكيد شخص مستهدف، وهو الشخص الذي بنسبة كبيرة سوف يشتري المنتج. إذن سوف أقوم بتصغير هذا الخط بعض الشيء وأقوم بوضعه هنا وأغير لونه إلى الأحمر. الآن لم يبقى لنا إلا خطوة أخيرة أصدقائي، وهي ربط هذه الصورة أو هذه السكرين شوت برابط التسويق بالعمولة الذي سوف نربح منه. لو تتذكروا كنت قد استخرجت الرابط في الخطوة الثانية بعد اختيار المنتج الذي سوف أعمل عليه. هذا هو الرابط، سوف أقوم بنسخه ثم أعود إلى موقع سجدة، وهنا سوف أضغط على Links، ثم سوف أقوم بالتعليق على هذا الفيديو، وكما نرى يطلب مني وضع رابط خارجي. سوف أقوم بوضع رابط كليك بانك هنا، ثم أقوم بالضغط على Enter، وهكذا أصبح الفيديو عبارة عن لينك أو رابط يقوم بتحويل الزائر إلى صفحة المبيعات التي سوف أربح منها. إذن أكملنا التعديل على هذا الملف، سوف نضغط على Apply Changes، ثم سوف نضغط على Download. وهكذا أصدقائي قمنا بتحميل الملف النهائي الذي سوف نربح منه. دعونا نلقي نظرة على هذا الملف. إذا هذه هي المقالة، كل الصفحات موجودة، وإذا نزلنا إلى أسفل هذا الملف سوف نجد هذه الكلمة وهذا الفيديو. إذا ضغطنا عليه يقوم بتحويلنا إلى صفحة المبيعات، وكما نرى اسمي موجود هنا. إذا أي شخص سوف يقوم بشراء المنتج سوف تذهب العمولة إلى حسابي. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة، وهذا يمر بنا إلى النقطة أو الخطوة الأخيرة، وهي رفع ملف PDF النهائي على مواقع جلب الترافيك المجاني. لجلب الترافيك المجاني لهذه الملفات سوف نستعمل ثلاث مواقع كلها مجانية لرفع ملفات PDF الخاصة بنا والحصول على ترافيك مجاني مستهدف. أول هذه المواقع أصدقائي هو موقع SlideShare. هذا الموقع يعتبر واحد من أحسن مواقع رفع ملفات PDF، وكما نرى لديه 223 مليون زيارة شهري. إذن لكي نتمكن من رفع ملفات PDF على هذا الموقع علينا إنشاء حساب. للقيام بذلك سوف نضغط على Sign Up، ولكي نتمكن من إنشاء حساب على هذا الموقع يجب أن يكون لدينا حساب في LinkedIn. إذا كان لديك حساب في LinkedIn سوف تقوم بكل بساطة بالضغط على Sign In ثم Continue with LinkedIn. إذا لم يكن لديك حساب سوف تقوم بالدخول إلى موقع LinkedIn وتقوم بالضغط على Sign Up، ومن هنا سوف تضع الإيميل واختيار Password، ثم تضغط على Accept and Sign Up. هذا كل ما في الأمر. بعد إنشاء حساب LinkedIn سوف تقوم بالدخول إلى SlideShare وتضغط على Continue with LinkedIn. من هنا عليك إدخال معلومات حسابك في LinkedIn وتضغط على Sign In. وهكذا وبكل بساطة أصبح لديك حساب في SlideShare. إذن الآن كيف يمكننا رفع الملفات في موقع SlideShare؟ سوف نضغط على Upload، ومن هنا سوف نضغط على Select Files to Upload. نقوم باختيار ملف PDF النهائي الذي سوف نربح منه ونضغط على Open. في التايتل سوف نقوم بوضع تايتل مناسب للملف، 20 طريقة لخسارة دهون البطن، إذا هذا هو العنوان. في الديسكريبشن سوف نقوم بوضع ديسكريبشن صغيرة تحتوي على الكلمات المفتاحية مثل Weight Loss، Lose Belly Fat، Lose Belly Fat Fast. يمكنك كتابتها بنفسك أو يمكنك نسخها من أي مقالة تتحدث عن خسارة الوزن، ولما لا أخذ الديسكريبشن من نفس المقالة التي استعملناها في أول الشرح. إذن سوف أقوم بالدخول إلى المقالة التي حولتها إلى ملف PDF وأقوم بنسخ هذه المقدمة ثم أضعها في الديسكريبشن، ثم سوف أقوم باختيار الكاتيجوري وهي كاتيجوري Healthcare،
ثم سوف أقوم بوضع تاجز أو بعض الكلمات المفتاحية مثل لوز فات، لوز بيلي فات، لوز ويت فات لوز، وهكذا دواليك تقومون بوضع أكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحية، ثم نضغط على أمنوت روبوت وننتظر حتى يتم رفع ملف الـ PDF، ثم نقوم بالضغط على Publish، وهو الملف النهائي يمكن قراءته من هنا، طبعاً والضغط على رابط التسويق بالعمولة، كما يمكن لأي شخص تحميل الملف وفتحه على جهازه الخاص. الموقع الثاني الذي يمكن أن نرفع عليه ملفات الـ PDF وأن نربح منه هو موقع PDF Drive. هذا الموقع أيضا لديه شعبية كبيرة فيما يتعلق برفع ملفات الـ PDF، وكما نرى لديه أكثر من 16 ملايين زيارة شهرية، والأهم من ذلك أن معظم هذه الزيارات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ترافيك مستهدف 100%. لإنشاء حساب في موقع PDF Drive سوف نضغط على Sign In، ثم نضغط على Create Account. سوف نقوم بوضع الاسم كامل، الإيميل والباسورد. إذن سأقوم بإدخال هذه المعلومات ثم أعود إليكم. إذن أصدقائي، بعد إدخال هذه المعلومات سوف نضغط على Sign Up، وبعد أن يقوم الموقع بتوجيهنا إلى هذه الصفحة سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل واختيار PDF Drive Free. سوف نضغط على Get Free، ثم سوف نضغط على Save. إذن بكل بساطة أصبح لدينا الآن حساب في موقع PDF Drive. الآن لرفع الملف سوف نقوم بالضغط على هذا السهم، ثم الضغط على Upload. يطلب منا الموقع اختيار الملف الذي سوف نقوم برفعه. سوف أضغط على Choose File، ثم أختار ملف الـ PDF الذي فيه عرض ClickBank. سوف أقوم طبعا بتغيير الاسم، ثم الضغط على Amnoto Robot والضغط على Upload. يتم الآن رفع الملف. إذا كما نرى أصدقائي تم رفع الملف بنجاح، للأسف تم رفعه مرتين، لكن ليس هنالك مشكل في ذلك. إذا ضغطنا على اسم الملف سوف يتم فتحه بهذه الطريقة، وكما نرى مثل هذه الملفات تحصل على تحميلات كبيرة وكبيرة جدا، 13,000 تحميلة، 8,000 تحميلة، 9,500 تحميلة تقريبا، 46,000 تحميلة. إذا الويت لوس أو خسارة الوزن لديه شعبية كبيرة جدا في هذا الموقع. الموقع الثالث الذي يمكننا أن نرفع عليه ملف الـ PDF وأن نربح منه هو موقع isu.com. سوف أضع لكم روابط كل هذه المواقع في صندوق الوصف. إذا بعد الدخول إلى الموقع سوف نضغط على Create Account، ثم من هنا سوف نختار Basic و Free. نضغط على Get Started. هنا سوف نضع الاسم الأول والاسم الثاني، الإيميل، الباسورد واليوزر نيم، ثم نضغط على I Accept ونضغط على Sign Up. طبعا يمكنكم إنشاء حساب باستعمال حساب جوجل أو حساب فيسبوك. إذا بعد إنشاء الحساب وتفعيله سوف نضغط على Login، ومن هنا نضع Nick Name أو User Name ونضع الباسورد ونضغط على Sign In. بعد الدخول إلى الحساب سوف نضغط على Upload، ومن هنا يطلب منا اختيار مكان الملف الذي سوف نقوم برفعه. سوف أختار Your Device، ومن هنا أختار ملف الـ PDF الذي يحتوي على عرض ClickBank. بينما يقوم الموقع برفع الملف سوف أقوم بإضافة Title أو عنوان. إذن هذا هو عنوان الملف، 20 طريقة لخسارة دهون البطن. ثم كالعادة سوف أقوم بوضع Description. سوف أقوم بنسخ هذه المقدمة مرة أخرى، ثم أقوم بوضعها كDescription. من هنا سوف أختار Book، ثم سوف أضغط على Publish Now، وهنا يعطيني رابط ملف الـ PDF الذي قمت برفعه. إذا دخلت إليه كما نرى يمكنني تصفح هذا الملف، وفي آخر صفحة لدي رابط الفيديو. إذا ضغط عليه أي زائر يقوم بالتحول مباشرة إلى عرض ClickBank، وكل زائر يشتري هذا العرض أربح أنا العمولة. إذن أصدقائي كما شاهدنا الشرح بسيط وبسيط جدا، يمكن لأي مبتدئ تطبيقه بداية من الآن، لكن نصيحتي لكم لا تقوموا برفع ملف واحد وتنتظرون نتائج سريعة. لزيادة فرصكم في الربح أنصحكم برفع أكثر من ملف يوميا. الأمر لن يأخذ منكم أكثر من 15 دقيقة، وصدقوني نتائج هذه الاستراتيجية مضمونة. أتمنى أن يكون الشرح مبسط ومفهوم للجميع. طبعا إذا كنت لم تشترك بعد في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وأرجو لكل شخص استفاد من هذا الشرح أن يضع لايك. تمنياتي لكم بالتوفيق جميعا، وأراكم في شرح لاحق.